ابا اقلب من الاتحاد الى اهلاوي. السلام عليكم، كيف حالك؟ مساكم طيبين، معاكم اخوكم عبد الرحمن ابو حبايه، ونورتونا يا جماعه الخير. اليوم مقطع اليوم مو زي اي مقطع، لانه اليوم ديربي الغربيه بين الاهلي والاتحاد. الضغط عالي يا جماعه الخير والاعصاب مشدوده. طيب يا عبد الرحمن، انت ايش راح تسوي في الملعب؟ راح اخذ اتحادي واطلب منهم يدقوا على اكبر واحد اتحادي ويسووا فيه مقلب، يقولوا له احنا بنصير اهلاويه وما عاد بنشجع الاتحاد. ونفس الشيء مع الاهلاويه، راح نطلب منهم يدقوا على اكثر واحد اهلاوي ويقولوا له احنا بنشجع الاتحاد وما عاد بنشجع الاهلي. بس الموضوع مقطع يا جماعه الخير، اني لسه ما اشترك القناه يا اخي، فاتك نص عمرك. اشتري القناه ولا تنسى تفعل جرس التنبيهات. اللي حاب يشوف خلف الكواليس يحصلها على سناب شات والانستغرام. ومشاهده ممتعه. السلام عليكم. تقدر تدق على اكثر شخص اهلاوي وتقول له بصير اتحادي. خلاص تمام. ايوه اسيل، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. أسيل، شفتي مباراة اليوم؟ يا الله. طيب اسمعي، ما ادري انا شو اقول، بس شكله والله ابغى بشجع الاتحاد. يا عمي انقلع بس، يلا انقلع. لا اسمعي والله الاتحاد بس هذه الفترة اقسم بالله يرجعون وبود درجة عاشرة كمان. يعني تنصحين اشجع الاتحاد ولا؟ لانه والله تعبت مع الاهلي، كل ما نجي تعادل خساره ندفع خلاص. لا تشجع الاتحاد، ترى الاتحاد قام. الاتحاد طيب في المباراه قوي، انت شايف كيف لعبوا ضغط كل شيء. يلا بس. تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي؟ ايه ابوي اهلاوي، بدق عليه. ابوك اهلاوي بدق عليه؟ ايه. تصير زيه يعني ان شاء الله. ايه ابوي كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الاهلي معك؟ الاهلي زي الزفت. ليه؟ ليه؟ معروف الاهلي زي الزفت. ما اقول لك يا ابويا طحالي، بخليك زي خليك معايا اتحادي. خلاص عشانك بصير، عشانك بصير اهلاوي. بصير اهلاوي خلاص، عشان ما تزعل. لما تصير اهلاوي انت اهلاوي اساسا. انا اتحادي يا ابويا، طردتني من البيت 4 مرات عشان اتحادي. والله خليك اتحادي. طيب اللي يفوز حجازي كيف معك؟ حجازي كيف معك؟ ما في قفل. ليه؟ قول له بجد بصير اهلاوي. ابويا اهلاوي متعصب لدرجه طردني 4 مرات والله. اي ابويا. نعم. صل على النبي. اللهم صل وسلم. شجع الاتحاد وبعطيك 10,000. مين؟ اقول لك شجع الاتحاد وبعد. تديني مليون ما شجع. ليه؟ عندكم بطولات؟ عندي بطولات اكثر من الاتحاد والهلال حتى. يا ابوي 3 دوري، فين البطولات؟ عندي 11 دوري. ابوي 11 دوري من فين هذه؟ في دوري الفلاحين ما جت. خلاص انا من هذا المنبر قررت اصير اهلاوي. بس الناس بتيجي تقول لي طح له بحجازي. بقول لك حاجتين، تعرف جيب حجاز ايش فيه له؟ مفاتيح السيارة وبطاقة الصراف والسومة. طيب. تقدر تدق على اكثر واحد اهلاوي وتقول له بصير اتحادي؟ ما عندك مشكلة، ابشر. هلا عزوز. اسمع. انا بصير اتحادي. اتحادي؟ ايه. يعني عشان متصدرين يا اخي، متصدرين وفريقك ضعيف. من 30 سنه ضعيف، بس والله حول السنه دي افرح، السنه الجايه ارجع عادي. يا ابني ايه والله اشجع بالله، بشجع طحلبي. فريقك خايس، انا بغير. انت خليتني اشجع فريق خايس من حلال، جبلنا الضغط السكر. اهلي؟ ايه. مبسوط فيها انت. تقدر تدق على اكثر واحد اهلاوي وتقول له بصير اتحادي؟ تمام. ادق على ابويا. السلام عليكم ابويا. عليكم السلام يا هلا ابويا. بصير اهلاوي، بصير اتحادي. ها؟ بصير اتحادي. ايش تبغى من الاتحاد يا ولدي؟ هذا نحن ندعسهم السنوات. الاتحاد فريق كبير. احنا لنا 30 سنة ونحن ندعسهم ونبطش السنوات، 9 سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات. ايش تبغى من الاتحاد؟ لا والله خلاص بصير اتحادي.
ما يصير ابوك احلام جدك احلام وما يصلح بس ان شاء الله احد يترك النادي الرابي تروح للاتحاد؟ لا لي ما عنده آسيا خلاص بشجع الاتحاد. عنده آسيا ايام ما كانت بسيط الحين 14 سنة قاعد يبقى احنا زعيم الاندية في البطولات. يعني الحين انت ختمت الحكاية تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي؟ اقول له انا بصير اهلاوي؟ ايوه والله اخواني كلهم اتحاديه. هلا ابو خلود. سلام ابو جوري. انا حبي يا سلام حبي. طيب جاني عرض الان جاني عرض الان. طيب انه ابدل ميولي من الاتحاد الاهلي 5000. 5000؟ 5000 يا حبيبي انت هبل. انا اعطي 5 اسمع انا اعطي 5000 بس اقل. يعني هو 5000 كثير يا اخي والله العظيم. 5000 اسمع ها 5000 ما تقنعك على تاريخ الاتحاد يا خالد. ودين الله بس والله عرض مغري يا اخي. ايش يسوي والله لو ايش انا بعدي 5 صبر لي بس اهلا انا قصد انا عرضت عليه عندك مانع؟ من انت؟ انا عرضت عليه دحين يصير اهلاوي هو حيصير اهلاوي اصلا مو على كيفك الموضوع. لا ان شاء الله انه ما يصير اهلاوي. اسمع هو من بيت اتحادي جد 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 اتحادي 5000 ما تغير ميوله. اسمع خليها لك اياها 10000 ايش رايك؟ ابو جودي روقنا ابو جودي روقنا انا بستنى 10000 كثير. 10000 حلو لمين له ولا ليه؟ نتقاسمها ما عليك بس خليني نحول. اسمع كلمه قول له اذا 10000 لي انا احتمال وافق. يا ريم مو كذا. لا 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 اصبر يا حبيبي ما يغير ميولك فلوس يا خالد. اصلا الاهلي اقوى من الاتحاد يا شيخ روقنا انا الاهلي اقوى من الاتحاد. نعم الرجال صحيح صحيح مو داري ها إيه. تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير هلاوي؟ لا صعبه جدا اتحادي وافتخر بالاتحاد. ايه حبلص ابا اقلب من الاتحاد الى اهلاوي طحلبي. ايش رايك يا خوي حبيت الاهلي يا اخي اليوم اطربونا في الملعب حزنت عليهم. الو ايش رايك؟ ايش رايك يا خوي؟ الو ايش رايك في الاهلاويه؟ تعبانين لا لا احد يغلط على الاهلي. صدق والله؟ لا صدق والله اهلاوي طحلبي. لا احد يغلط على الاهلي. تقدر تدق على اكثر واحد اهلاوي وتقول له بصير اتحادي؟ دق على ابوي. الو هلا سلطان. هلا ابوي يا حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. شفت المباراة؟ اي والله شفناها. شكلي بشجع الاتحاد انا. انا بشجع النصر. النصر؟ خلاص الموسم ذا مرة اتخذت قرار يعني شيء أصير اتحادي. أنا اعتذرت خلاص. خلاص الموسم ذا مرة مرة. يلا خلاص يلا تعال. يلا الحين راجع. أدعو له. تقدر تدق على أكثر واحد اتحادي وتقول له بصير أهلاوي؟ لا انا دق لك على اهلاوي نفسه ومتعصب كمان بقول ان شاء الله يرد اصلا لانه الاهلاويه ما صاروا يردوا الفتره دي كلهم مختفين. الاهلاويه مختفين الفتره دي لهم اسبوع. شوف السلام عليكم. سلام يا اخي انتوا كاهلاويه ليش مقفلين جوالاتكم اسبوع كامل؟ مين الاهلاوي؟ اوف نكرت الاهلي. طب يا حود يا اخي بصير ملكي يا بصير معي 3 دوري ايش اسوي؟ اعطيني المواصفات اللي تطلبوها في المشجعين الاهلاويه. لا ما نقدر يعني للاسف. هل يجب انه يكون عندي اغماء مستعجل في المدرجات؟ لا عندك صبر 8 سنين و2 شروط الهبوط. ما عندي مشكله 8 سنين بس 32 سنه و3 دوري انا ما عندي مشكله. ولا هذا عادي يعني. هل الحين اقدر اصير؟ ما يقول. طب انا دحين انا اليوم طنت في راسي كذا صحيت من النوم ابصير اهلاوي كده جت في راسي بجرب شعور المراكز الاخيره و5 تعادلات. انت شعور انا خصم شعور مبارتين هزيمه
انت عشت الشعور هذا سنتين، بس اقول لك عندنا ولا ما نبغى كذا، احنا ما نبغى الناس يا اخي والله يا شوف انا من بدايه الموسم افرح، نفسي اجرب ازعل ابى اصير طحلبي يا اخي. شوف طلع نبي السنتين راحت كنتوا ما تتفرجوا، جربناكم ما لا لا نحن حتى السنتين راحت ونحن في المراكز الاخيره كنا بنحضر، جمهورك ما بيحضر. انا انت سالتك مره قلت لي والله ما ادري الكوره بطلت كلكم سالتك، يعني انتم الحين ما تبون احضر معاكم ازود لكم عدد؟ مو معانا انت ما وقفت مع فريقك كذا معانا سلامات. انا احضر كنت السنه اللي فاتت وانت عارف هذا الشيء. انت في مثلا يقول لك اللي ما في غير بهاله ما في غير بالناس، انت ما في غير فريقك دخل اهله دخل اهله. معلش معلش انضغط انضغط انضغط، يعني انت انت تعتبر الاهلي هو اهلك؟ لا ولا هو في الاخير هذا ناديه ولا انت فلان ناديك هذا اسمه ولا. تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي؟ انا هلالي، هو بدق لك على واحد اهلاوي وبقول له بصير اهلاوي. بصير اهلاوي تمام. الو ايه السلام عليكم. اقول لك انا هلالي واليوم بصير اهلاوي، ايش رايك؟ ها سؤال منقلب. سؤال منقلب. ليش سؤال منقلب؟ انت اهلاوي يعني المفروض انك تستانس انه في يزيد جمهور الاهلي. يا بالهلال بطولات خليك اهلاوي يا اخي. يا اخي فلوس يا اخي الله ابتلاك يا اخي لازم تكون بالكلمه الله ابتلاك. كلنا اهلاويه هنا، ليه ما تصير اهلاوي؟ كلنا اهلاويه هنا الله ابتلانا بالاهلي يا اخي، كفايه نجيب ناس تبتلي معانا خلاص كفايه. احنا المجانين الملكي. ملكي على ايش؟ ملكي على ايش؟ انت متاكد انك اهلاوي؟ والله اهلاوي لكن خلاص يعني تبلد. الظروف الظروف جبرتكم يعني، لكن ان شاء الله تعودون. تقدر تدق على اكثر واحد اهلاوي وتقول له بصير اتحادي؟ والله شوف هي صعبه لكن انا اقول ان شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ اقول لك انا بقلب يا شيخ اتحادي اهليكم، هذا ما في خير. والله ما معاكم ثلاثة دوري امتحنتوا الناس عليها. يا عمي كبير جدا بلا كذب حقك، طلعتوا كم موسم قاعدين تهايطوا؟ بس هذه 2007 طاير فيها بطولتين في شهر غيرها. طيب انا عندي دحين اتحادي جديد، عندي اثنين ناس، ايش عندك انت؟ والله ما عندك شيء، والله كلامك كله كذب في كذب، طلعت سنتين امتحنتنا. فيكتور سيموس طيب من بعد انت وينك؟ الله يا رجال. عموما انا قلبت اتحادي واهليكم هذا ما في خير. نادي الوطن، نادي الوطن حميد البلد معروف. يا طحلب لا والله ما ايش طحالب ولا ايش؟ والله طحالب. شو هذا كبر طحلب امتحنا. فرحان بثلاثة دوري و12 كاس ملك، تاريخك اكتبه في ظفري انا. اقول لك هذا ولدنا دحين صار ولد نادي الوطن، نادي الوطن صار حميد البلد. انا حبيبي البلد يا حبيبي مروض آسيا. ايش عندك يا طحلب؟ سفير البلد سفير الوطن. والله ما انت سفير نفسك. يلا يلا خلاص مع السلامه. خلاص دحين رايحين روح روح خلاص مش الراب طن عقل الاتحاد. اي تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي؟ اقدر. الو السلام عليكم. سلام الرحمة. أقول لك يا ماجد، أنا جاني واحد في الخط كذا هنا وقال لي أعطيك 10,000 تصير أهلاوي. قل له أوكي. خلاص ثم أصير أهلاوي. طب شو أهلاوي أنا يا ماجد؟ وأقول له ما تبغى واحد ثاني اتحادي صميم. يا ابني أنت كذاب والله ما بتقلب. يا ابني أنا أهلاوي، الأهلي جينا من كل مدينة. اجرح نفسك يا خالو. شوف شوف اجرح نفسك وشوف يطلع دم اصفر. ها طيب الاهلي جينا يا ماجد. ها كل ما كل ما الاهلي الاهلي جينا من كل مدينه والفوز باذن الله باذن الله. انا اتحادي ما زعلت حتى الهزيز حقنا احلى من حقكم. خارج. تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي؟ انا هلالي وبصير اهلاوي. هلالي انت تحول الى اهلي؟ بحول الى تمام. الو الو هلا مرحبا. سلام يا ولد، انا رايح اسجل في الرابطه حقت الاهلي بصير اشجع اهلاوي. كيف تشجع الاهلي؟ ايه
تبى جلطة وتبى سكر وخفض الدم. ليش لهالدرجة يعني؟ شجع الأهلي. يا أخي جيب لك السكر. ما تنصحني أشجع الأهلي يعني؟ أشجع الأهلي أنا علمتك. ليش طيب؟ لا تشجع، أنا لو عقلي ما شجعت. يقول السوالك الأهلي قبل لي أتذكر وفرق نفسية قبل لي أمراض كلها يعني ما تنصحنا فيه؟ لا والله ما تشجع. طيب أنت إيش رأيك تغير من الأهلي تشجع الاتحاد؟ والله لو قاعد ما شجع. ليه؟ ماشي الدرجة ضغطك والاتحاد؟ تقدر تدق على أكثر واحد أهلاوي وتقول له بصير اتحادي. بدق على واحد اتحادي. أهلا السلام عليكم. السلام. أسمع أنا قررت أصير اتحادي كيف؟ ما نبغاك. كيف ننسى أصير اتحادي ولا؟ لا ما ينفع. ليش؟ مبدع. ليه بعت الأهلي ليه؟ أطق على مين بعدين؟ تبول هزيمة على طول تقلب ناديك إيش الانتماء وأنا ونحمل المدري إيش؟ سنبقى معا سنمضي معا كله كذاب؟ لا 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 سنمضي معا ايش رضية حقتكم؟ عبر الزمان سنمضي معا عبر الزمان سنمضي معا ها انت قلتها هبطها كمان بصير اتحادي ليه؟ مارا جميل. تقدر تدق على اكثر واحد اتحادي وتقول له بصير اهلاوي. طيب تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله بزهير. كيف حالك ابو عساف؟ طيب اسمع يا حبيبي، انا قابلت لي واحد اهلاوي وقعدنا نتناقش انا وياه في الموضوع بين الاتحاد والاهلي. فاثبت لي انه نادي كبير وانا قلت ابغى اغير اصير اهلاوي. فايش رايك قلت استشيرك انت اول واحد. اثبت لك انه الاهلي نادي كبير؟ ايوه الاهلي نادي كبير وسفير الوطن عاد ما يحتاج. والله اكيد هو الاهلي نادي كبير صراحه وسفير الوطن وقلعه الكؤوس، لكن ابدا ابدا ما يقارن بالاتحاد. ليه؟ أكثر نادي شرف الوطن يا أخي. لا لا هو مو أكبر نادي في الوطن، لكن هو نادي كبير أكيد. لكن لا صراحة أكبر نادي في الوطن هو نادي الاتحاد، من بطولات من أمجاد من عمر من إنجازات من شخصية من أساطير مروا في النادي. لا لا أبدا ما يقارن. تسعة مواسم الأهلي دق عينه في كل مكان ما تقدر تتكلم. لا لا أبدا أنا ما علي في الأهلي، أنا كاتحادي ما علي أني أفوز بين الأهلي، علي فقط أني أحقق البطولات وبإذن الله الاتحاد بيبدأ ما عندك ولا إنجاز بعد محمد نور. وش هو؟ ما عندك ولا إنجاز بعد محمد نور، إيش بك أنت؟ الإنجاز إن شاء الله السنة هذه. طيب تمام. تقدر تدق على أكثر واحد اتحادي وتقول له بصير هلاوي؟ لا صعبة جدا. اتحادي وافتخر بالاتحاد. الله عليك ستارة بس كمان ستارة بس الله عليك ستارة بس كمان والله بيشوف هنا التعزيز ولا بلاي I'm not afraid.